أعتابي إحياء ذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لابد من التفكير الجاد في أن ننطلق بحركة في حركة الإحياء في أفقها الكبير، الإحياء البصير الواعي، الإحياء الفاعل. وهذا يتطلب أيها الأحبة تكاتف الجهود، الرؤية الواضحة، المراجعة الدقيقة. من المؤكد أنه لا يراد الإحياء لأجل الإحياء فقط، ولا أعتقد أن أحدا يتحرك للإحياء من أجل الإحياء الظاهري الشكلي، إنما يراد الإحياء الحقيقي الذي يقربنا إليهم سلام الله عليهم، إلى أهدافهم حتما، هذا الذي نريده. ولذلك من المهم على مستوى مناطقنا، مشاريعنا، مؤسساتنا، أن تنطلق في هذا الأفق، وبالتالي أن تضع برنامج إحياء متكامل مدروس تشارك فيه جميع فعاليات للنهوض بهذا الإحياء. مجالسنا الحسينية، مآتمنا، المجالس الخاصة العامة، تعليم الدين، حركة المسجد، لجان الثقافية، لابد أن تشترك كلها من أجل حركة إحياء واع مدروس متكامل ننطلق فيه من احتياجاتنا. من الممكن أن توضع محاور محددة يتم التركيز عليها خلال هذا الموسم، حتى فعلا يكون الإحياء إحياء موجه، إحياء منتج، إحياء فاعل. عندنا الزهراء سلام الله عليها في حياتها، في فكرها، في مختلف جوانب سيرتها، نستطيع أن نضع لنا مجموعة محاور في حركة متكاملة، سواء على مستوى الرجال، على مستوى النساء. شوي هذا يعطي لحركة الإحياء خروج عن النمط التقليدي